ثقة شباب بفيديو صيد غلة. تنساش لو أول مرة تشوفنا تشترك عندنا، في لو القناة عجبك بالفيديو تعمل لنا لايك وتشترك في وتفعل زر القناة الجرس وتشترك في القناة وتشترك في القناة على رأي يحيى. وتفعل أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وتفعل زر الجرس. خليكم معنا. مش عند عبودي مش صح؟ مش هيجي عند عبودي. ولا 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 يا بتاع بقول لك انا المخلل، مش يا بتاع بقول لك المخلل. ولا لعبت يا يحيى؟ يا رب. اهو يلا اهو يلا اهو يلا اهو يلا طلع يلا يا يحيى، اهو يلا طلع يلا يا يحيى، يلا لسه واخدين اخوه. يلا اخو تاني. بسم الله ما شاء الله. تعال بص اشوف التالت ده يا جدعان، التالت ده على يحيى. يلا قاتل 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 عنكوش ده، قاتل عنكوش ده، خش عنكوش. ايه امسك، بص هنا هنا يا محمود. ايه التالت ده، التالت ذكر ده، يلا اهو. يا رب يا كريم يا رب. الحمد لله ان احنا كنا بنصوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم. يسعد مساكم لو عندكم مسا. النهارده يا جماعنا ان استدمرنا الطاقه الاحمر والطاقه الاحمر الثاني ان شاء الله يا جماعه هنصطادوا غله النهارده، بس هنعمل مرايه تقيله. هو المفروض ان المرايه تبقى اتقل من اللي انا هنعمله دوت، بس انا الغله اللي معايا خانتني، اللي كنت مفكر ان انا معايا غله اكتر من كده، ولكن لقيتها شويه صغيرين. لان المايه لما بتزيد ان شاء الله بيبقى السمكه متحركه، فكتر الغله بتبقى كويسه في الدور، بالذات ان احنا بنصطادوا مره يوم واحد في الاسبوع، فبتبقى منها علفه للدور وفي نفس الوقت ايه مرايه. خليكم معانا ان شاء الله، فيديو حلو لحد اما الدور ايه يشتغل. طلعني انا في الفيديو ماشي ماشي. يا ابني طلعني انا، ما تعملش الفيديو. هنرش الغله يا جماعه وايه هنصطادوا لطش على السمك المعوي. النهارده ان شاء الله هنشتغلوا على مرايه تقيله عشان المايه زايده. ماشي؟ ماشي. مرايه تقيله يعني ايه؟ يعني هنزودوا الايه؟ الغله. يعني هنزودوها عشان المايه تبقى جميله معانا. ايوه. شكرا. كده. اقفل. اقفل يا بابا؟ لا لسه ما نروحش الغله خالص. أول مرة استيقاظ وسمكة مع بعض، أول مرة تحصل معايا والله يا شباب. يلا خير خير. بابا ارمي الأول. أنا أهو يا جماعة على البركة يعني ما شاء الله. اهدى اهدى اهدى، ما تخافش اهدى. اهدى فرخ. ايه قول له ايه؟ فرخ. طب يلا بينا. تاني حتة وعلى البركة. اسمع الكلام. ارفع كده وانزل تاني يا يحيى. انت معاك سمكه يا يحيى؟ كان معاك. بس 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 خلاص اصبر 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 طبعا عشان نشوف الغمزه اللي معايا دي ونحلها لك. اهي 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 اهي. كانت واكله وماشيه. ايه كانت واكله وماشيه. هات ايدك كده يا يحيى، حط ايدك كده عليها بالراحه يعني. لا 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 لا، اعمل ايدك، افرد ايدك كده. ايه يا جدع جدع. والله السمك حلو اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو على البركه يعني. بابا ده تدي كرايه كرايه. طبعا السمك ده يا جماعه بيبقى يعني على البركه كافيار ما شاء الله، بيبقى زي العسل. يلا خليكم معانا. صلاة النبي صلاة النبي ما شاء الله. بابا نعم يا ابا، هتلاقي سمك من دول بيشوف الغلة هناك. لا والله يجي وينزل تحت المية، ينزل تحت خالص، بعدين يجي وياكل الغلة يا راجل. وبعدين يهرب وخلاص. ماشي حلوة برضه. أمي تطلعني
اصطدته؟ اه. شنو يا بنت خليك؟ بابا انت اصطدت سمك ياما وانا مصطدت. اذا الغماز مش باين حاجة. صلاة النبي. صلاة النبي. صلاة النبي. اصطدت اتنين يا عم. رباكة. الرابع اهو يا لا يحيى يا لا. الرابع اهو. عايز اضربه يا بابا. ايه؟ عايز اضربه. اضربه ليه؟ كده. ماشي. بس انا خايف يضربني. يا كريم يا رب. ده بيعور. ثلاثة صبيان؟ لا عم بتكلم على عيال عمه يعني بيقول عليهم اخوات. وعنده اخت واحدة بس. حاسب حاسب. اضرب يا بابا اضرب يلا. طب اوعى اوعى يلا. سارة؟ يلا يلا يا لعبك يا لعبك بالراحة بالراحة يا حاسب يا دماغك يا يحيى يا ده انا هقعد اطلع سوا صورتها دي كويس يوم فيديوهات والصور من بطنها اصوره من بطنها ده بابا ده انت بعرف اعمل ايه؟ يلا بدأ حلو حلو ايه معمولة دي بسوق انت بتشيل عني ليه انت بتفكرني يعني انا مش عارف تشيلها يعني لا امال ايه بس هو بيخاف على السمك اطراف شبكة صغيرة عرفت يا عم ان انا ما نكذبش عليك يا عم بس صححها هو مستخبي وانا مش شايف فاضل مية في البحر امسكوا مراسة؟ اي طب في الماء جامد ليه كده؟ انت بتعذبه ولا بابا بص يا عبودي جايب ايه استربي عبودي بص جايب ايه ماما قوم كنت بقول لك روح حسب يلا ما تطفش في الميه كده ما بقول لها روح بقول ما بقول لها انت عامل يلا ما تطفش في الميه كده روح موت روح سلامات السمك اللي كانت هنا ما شاء الله ما شاء الله حلو والله برضو بابا اقف ايوه وده معلم ارمي ترميها يلا افضل اصور لحد ما ارمي امسكها ما تخافش ارمي بقى يا لا ده انت ترمي بغشوميه والله ما تجيش تاني بس خد ده صلاة النبي صلاة النبي ما شاء الله
بفضل الله يا شباب، الحمد لله رب العالمين. ده رزق 3 ساعات اهوت، فيهم اربع خمس دكرة، 6 دكرة، على اربع البركة كبار الشباب ده. واتنين صغيرين وشوية خنين كده. ربنا ايه اكرمنا بيه. نهاية الفيديو يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.